أول حاجة نشكر القناة الجزائرية على حضورها، وجد سعيد أنه هذه الرواية تناولت حي من أعتق الأحياء بالمدينة القديمة في عنابة، وزنقة طليان أو لاري جوزيفين، يعني هذا الحي يعتبر من روح المدينة العتيقة. لذلك كتبت رواية بما أنني ابن المدينة. هذا الرواية يعني تنبأت بما يحدث الآن، وتأتي في خضم الأوضاع التي تعيشها المدينة العتيقة، وجاءت أيضا لإسماع صوت المقهورين وصوت الناس العاديين في المدينة العتيقة لابلاس دارم. العالمية هي أنك تنطلق من المحلية. هناك معرض كتاب، معرض كتاب عربية، أحيانا أدعى إلى معرض بيروت، معرض كازا، معرض الشارقة. ستكون هناك حفلات توقيع في انتظار فتح المجال الجوي والمطارات. أيضا هناك معرض باريس وغيرها من الملتقيات الثقافية التي من خلالها ستكون هناك ندوات ولقاءات ونقاش حول روايتي أو روايات أخرى نعرف بها إذا أتيحت الفرصة بمدينة عنابة وبتراث مدينة عنابة.